ايه عاملة ايه؟ هو احنا هنبدأ ازاي؟ جميل، هنبدأ ازاي؟ إيه، بصي يا ستي، دلوقتي انتي اخدتي فرنساوي السنة اللي فاتت، صح؟ طيب، هل احنا دلوقتي عندنا القدرة ان احنا نكتب جمل؟ لحد ما يتم جميل، ايه الصعوبة؟ تكوين يعني؟ لا، هو بيبقى فيه مثلا ضعف كلمات، مبقاش عندي كلمات متاحة أكتر يعني. جميل. طب ايه رأيك نتدرب مع بعض على الموضوع ده؟ بصي يا حبيبة، انا بالنسبة لي المادة إيه، انت بتتعلمي لغة، مش بس منهج، يعني مش بس حتى ان احنا بنعرف نتكلم. السنة اللي فاتت المفروض ان احنا نكون عارفين نكتب جمل كويس جدا، لان مثلا كان عندنا سؤال زي السؤال بتاع الميل مثلا، ان انت بتردي عليه لازم تبقي عارفة هو قالك ايه، وكل كلمة فيها بتردي، يعني كل كلمة مكتوبة في الميل اللي مبعوت لك او الدعوة او اي حاجة من المكاتب بتبقى مبعوتة في اخر السؤال ده، عارفاه، اخر الامتحان، كنت المفروض بتردي على كل كلمة مكتوبة. طب انا هرد عليها ازاي وانا اصلا مش عارفة حتة ان انا بكون جملة؟ موضوع تكوين الجمل ده بسيط، ودلوقتي حالا هتكتبي جمل كتير، يعني من كام فعل اصلا انت اكيد هتبقي حافظاهم. عندنا مثلا دلوقتي اول حاجة لازم تبقي عارفاها علشان تكتبي جملة، الثلاث مكونات الاساسيين اللي انا محتاجة ان انا احطهم في اي جملة عشان الجملة بتاعتي دي تديني معنى صحيح وتبقى جملة صحيحة. ايه هي؟ البورد كده ظهر عندك؟ تمام. اول حاجة، تمام، عندي سوجي. ايه هو السوجي؟ فاعل. وبعد كده ايه؟ فاغ، فاعل. وبعد كده ايه؟ كومبليمون، مفعول. طب السوجي ده بيبقى عبارة عن ايه؟ عارفة؟ هو أنا عارفة بس ناسية بقى جميل. يعني. السوجي بيبقى عبارة عن يا إما نو، اسم زي حبيبة، زي صابرين، زي علي، زي أحمد، زي كلمة لوبير الأب، زي لوليفغ الكتاب، أي اسم، تمام؟ يا إما ضمير. ايه هما بقى الضمائر؟ عندي مفرد وجمع. ضمائر المفرد هما ايه؟ الجو والتو والإيل والأل، صح كده؟ أيوة صح. طب الجمع النو الفو il avec s و il avec s. هل انا عندي صعوبة في الضمائر؟ اشرحهم لك. لا أنا فكرتهم خلاص. جميل. بما ان انا كده خلصت السوجي يبقى هدخل على الفيرب. هل هو ده السوجي بس؟ اه، مش محتاجة تعرفي حاجة تاني. انا والله السوجي ده يا اما هحطه عبارة عن اسم، يا اما هحط في اول الجملة اسم، يا اما هحط ضمير. بس ما ينفعش يا حبيبة ان انا اجمع ما بين الاتنين، ما ينفعش احط اسم وضمير مع بعض، تمام؟ طيب الفاغ، الفاغ يا ستي انا دلوقتي بعتبره عبارة عن، هو الفاغ في المصدر ده شكله وهو قاعد لوحده،
ما ينفعش ضمير يزوره ويشوفه بشكله اللي هو فيه. زي ما احنا بنبقى قاعدين كده في البيت، ما ينفعش حد او ضيوف او حد يخبط على الباب ونخرج له بلبس النوم مثلا، صح ولا لا؟ جميل. الفيرب في المصدر بيبقى ليه شكل مع الضمائر، سواء الجو او التو. بالنسبة للإل والأل بيزوروا الفعل في نفس الوقت، فبيشوفوه بنفس الشكل. يبقى أنا كده عندي كام تصريف؟ 3 للضمائر المفرد، تصريف للجو، وتصريف للتو، وتصريف للإل والأل، لأن هما الاتنين بياخدوا نفس التصريف. طب الجمع، تصريف للفو، تصريف للنو، تصريف للإيل افيك اس والال افيك اس، لأنهم برضو بيروحوا مع بعض. طيب فاكر أفراد العيلة؟ ما أيوة. طب إيه رأيك دلوقتي أكتب لك أفراد العيلة زي ما إحنا شايفين كده؟ بس أنا هطلب منك بقى إن أنت إيه، يعني أنت اللي تعملي الجمل دلوقتي. بصي بقى، أول حاجة عايزاكي تبقى عارفة verb سابلي، عارفاه؟ هو فكرة بس ممكن تفكرين بيه أكتر. أكيد. جو مابل أيوة فكرت. و تو تابل و إيل وقال سابل. طيب افواه، جي تو يا إيل وقال نو زافون Vous avez il ou elle ça. دول فعلين. لو جيت أخدت le père الأب، la mère الأم، le frère الأخ، la sœur الأخت، وجيت قلتلك أنا محتاجة منك دلوقتي إنك تكتبيلي جمل باستخدام الصفحة دي. اللي هو سبيل وأفوار يعني سابلي وأفواغ، تكلميلي عن نفسك وعرفيني عيلتك. هو لو هتكلم عن نفسي يعني قولي. هعرف باسمي يعني صح؟ جميل. ده أيوة مقابل طبعا. حبيبي، نعم ده مقابل حبيبي. جميل، دي أول حاجة. سنك هو لو أنا بعرف حد يعني بقول تتبل ولا أتبل؟ جميل. دلوقتي يا حبيبة أنا بالعربي، لو أنا دلوقتي بتكلم معاكي طبيعي إن أنا هقولك مثلا لو بالعربي عرفي نفسك، هتقولي لي اسمك، سنك، تمام. بعد كده هتبدأي تقولي لي مثلا بابايا اسمه كذا. عشان تستخدمي إيل وقال لازم بعد ما تكوني معرفاني في الجملة اللي قبلها إيل وقال دول عايدين على إيه. يعني ينفع دلوقتي أقول لك أنا اسمي صابرين، أنا عندي مثلا 20 سنة، هو اسمه محمد. أنت عرفتي حاجة هو اسمه محمد دي عايد على مين؟ ممكن يكون بابايا، ممكن يكون أخويا، ممكن يكون خطيب، جوزي، ابني. الإيل دي عادت على مين؟ أنت مش عارفة، صح؟ انما لو انا جيت قلت لك مون بير بابايا،
s'appelle كذا، اسمه كذا، mon père s'appelle محمد. بعدها انا هتكلم برضو على بابا، هقول سنه بما ان انا عندي فيرب افوار هقدر استخدمه. ساعتها بقى في تاني جملة اقدر استخدم زي ما انت قلتي ايه، il، هو. انا في اول جملة عرفتك انا بتكلم عن مين، تاني جملة عايز استخدم فيها الضمير عادي. فهمتي؟ أيوة فهمت. طيب كملي، في حاجة انت هتبقي عايزاها، صفة الملكية صح؟ أيوة هي بس بتساوي الماي بالانجليزي، أيوة ما وما ومي. ما تسبق الاسم المفرد المذكر، ما اسم مفرد مؤنث، مي تسبق الاسم الجمع. عشان اجي اقول بابايا هقول مون بير. يلا انت خلي بالك، انت ما قلتليش سنك. جمال الحبيبة جي سيزون مون بير سابيل محمد اكسلنت. لازم أقول سنة كمان اي سن، اي حاجه يعني، مش لازم المعلومه صح، انت فاهمه، اهم حاجه نكتب جمله بس انت تقدري انت تعملي كده لوحدك يعني، فاهمه يعني، ممكن تقولي اي رقم بقى سن بابا اللي انت عارفاه يعني، او اي سن. ماشي هي تكوين السن لو أنا بتكلم عن سن حد بتبقى نفس الجملة اللي أنا بتكلم فيها عن سني بس ايه اللي هيختلف؟ اللي هي ما هو جيد وكده ايوه يعني بالظبط. انت قصدك ان انا كده هستخدم نفس الفخ يعني، انت قصدك لا ان هو انت اختلف عايزه تستخدمي افواخ يعني، انت لما طيب تيجي تتكلمي عن سن حد تستخدمي افواخ برضو اكيد. إيه لا لونت صباح الخير يعني طيب ايه صباح الخير يعني انتي هتقولي مثلا سانكون سيت. مش إيه لا سنكالتي اكسلنت. مامي سبيل سحر إل الا هي أيوة أل كان كونتاكت وبرضه هعرف أخويا أخي كملي. طيب مونتريال مونتريال هي عادي بالآر وعادي بالبين صح؟ بس هو الافضل ان احنا بما ان احنا بنتعلم لغة بقى، يعني ايه الفرق ما بيني وما بين الانجليزي، فاهمة؟ لو هقولها ار مثلا سابيل أحمد مونفغير بقى. مثلا سابيل أحمد إل عايز تقولي كام؟ لخبطت أساسا عادي براحتك. ايه تمام إيه لا كام زون تمام. هي برضو مونت سويف صح ما سويف ما سر ما سيف تمام ايه ما سيف إل آ مصر ايه بقى؟ نسيت اساسا سابيل حنين جميل. هو هي دو هو انا ولا دو ولا ايه ايوه الا
ان الجمله دوق. أنا قلتها الأول ال بس نفس اه الجملة الأولى. دوق. جميل. انتي عارفه بقى في جمله كنت ممكن تستخدميها كمان بعد ما عرفتي ماما وعرفتي بابا، قبل ما تقولي بقى اخويا اسمه كذا واختي اسمها كذا، كنت ممكن تقولي انا عندي اخ واخت، تفتكري هتقوليها ازاي؟ هو استخدم صفات الملكية دي برضه؟ طب بصي خلينا نركز كمان في الجمله بالعربي، الموضوع هيبقى اسهل. صفات الملكية دي أنا استخدمتها لما جيت أقول حاجة بتاعتي اسم، وعايزة أقول زي ما أجي أقول مثلا إيه كتابي، كتابي أنا استخدمت صفة ملكية هنا يا الملكية. إنما أنا ممكن أقول إيه أنا عندي كتاب، أيوة. أنا عندي، أنا هنا هستخدم فاغ مع سوجي، أيوة. تمام؟ فلما تيجي تقولي أنا عندي يبقى هنستخدم فيرب إيه؟ اللي هو جي. بالظبط، أفواخ، جي، أيوة. جميل، أخ، أيوة. أم فغير، جميل، أيوة. جي أم فغير، إي تون ممكن سير. ممتاز. تمام. طيب في حاجة كده صعبة في تكوين الجملة، انت قلتي كده كام لا جملة؟ اسمك، سن، اسم بابا، سن مام، سنها، عندك اخ واخت، اخوكي، اسم اختك، اسمها وسنها، 11 جملة. 11 جملة من ايه؟ احنا لسه ما كملناش افراد العيلة، ده أيوة. انا ممكن نقعد نكتب على افراد العيله كتير. و11 جمله بقى بايه كمان؟ بدو فيرب. شفتي؟ موضوع بسيط. ده غير بقى الافعال الكتير قوي اللي انت بتاخديها، زي افعال المجموعه الاولى، خدتي فيرب ايمي، خدتي فيرب بغاتي كي او جوي يلعب، طيب خدتي اسماء مواد، خدنا كلمات كتير جدا نقدر ان احنا حاليا ندخلها في جمل بكل سهوله. انت اللي عملتي اصلا الجمل، يعني انت اصلا لو جبتي الكتاب كده بتاعك افتكرتي الحاجات اللي انت واخداها الافعال، وحبيتي بس ان انت تقعدي تكتبي في نوت بوك حاجة خاصة بيكي. هو أنا أصلا بحب الفرنش، بس هو عشان أول حصة متوترة وكده، كمان عشان ناسي حاجات، فلما براجع أنا أصلا بحب الفرنش جدا يعني. انا اصلا انت ما شاء الله عليكي، يعني انت اللي عملتي الجمل دي كلها. يعني انت في الاول اول ما دخلتي قلتي لي يعني حسيت ان انت لا مش هتعرفي. وعشان فضلنا الأجازة بقى لو ما كناش نعرف يعني مواد أساسا يعني. بصي بصي اللي انا عايزه اقول عليه ان انتي اتعلمي دي لغه ليكي. انا ما بحبش الطلبه اللي بتحب اللي هو الايه الماده دي بذاكرها عشان امتحان وخلاص، ايوه انا لا فعلا ما بحبهاش كمادة، بحبها كلغة. بالظبط احنا نتعلمها كلغة، اي كلمة هناخدها اي حاجة هناخدها بنكتبها مع نفسنا. يعني مثلا انا اخدت زي ما قلت لك، اخدت انتي افعال كتيرة جدا، الافعال دي ايوه إيه يعني هتعملي فيها ايه؟ ما استخدمتهاش في جمل خاصة بيك، ما استخدمتهاش في جمل تقدري تستخدميها مع حد، لو حد بيتكلم اللغة الفرنسية وما قدرتيش ان انتي تطلعي او تستخدمي الافعال والكلمات الكتير اللي في دماغك في الكلام، فساعتها يبقى انت استفدت ايه؟ ولا اي حاجه. علشان كده على طول عايزاكي الحاجات البسيطه دي، انا حبيت اديكي بس فكره ان احنا بفعلين، تمام،
وشوية أفراد العيلة. إيه ده، إحنا ذكرنا 4، الأب والأم والأخ والأخت بس، لا ذكرنا الجد والجدة، ولا ذكرنا هوايات إخواتي ولا هواياتي، ولا اتكلمت عن نفسي. أنا كل ده يا دوب قلت اسمي وسني. وكمان النقطة دي عايزاكي تستخدميها في حتة إن أنا أبقى في دايرة الكلمات اللي انا حافظاها، هي دي اللي انا هعمل هستخدمها معايا في الامتحان. بمعنى ان انا عندي مثلا في الامتحان زي ما قلت لك اخر سؤال اللي بيبقى عبارة عن ميل وانت بترد عليه، ساعات في طلبة تيجي تلاقيها وقفت، انا مش عارفة اكتب الجملة، مش عارفة ارد عليه، اصلا انا عايزة اقول كذا، عايزة تقول جملة اصلا هي ما خدتش كلماتها. لما ايدي على طول استخدم الافعال اللي انا خدتها، استخدم على طول الحاجات اللي انا درستها من كلمات، على طول في دماغي ابقى واخده بالي من الكلمات اللي عندي في اللغه العربيه مؤنثه وفي الفرنساوي مذكره، ودي بعرفها منين؟ من خلال الاداه، وفي كذا طريقه لحفظها. يعني انا مثلا ممكن امسك الكتاب ده، هو هنا فوق كده كاتب لي الكلمات المذكره، هنا تحت الكلمات المؤنثه. طيب الكلمات المذكرة دي، ازيك خديجة؟ الحمد لله، ازيك حضرتك يا مصطفى؟ الحمد لله يا حبيبتي. كنا بنتكلم من شوية أنا وحبيبة على الأفعال وكتابة الجمل. المفروض ان احنا دلوقتي عندنا القدرة ان احنا نكتب جمل بكل سهولة باستخدام الافعال اللي احنا خدناها. استخدمت انا مع حبيبة دو فيرب فعلين، سابلي وافواغ. سابلي اللي هو يدعى او يسمى، وافواغ، واستخدمت كمان معاها افراد العيلة. يعني لو جينا نبص كده، بصي يا خديجة، دلوقتي أنا استخدمت هنا زي ما أنت شايفة كده سابلي وأفواغ، واستخدمت أدافرت الأب الأم الأخ الأخت. حبيبة قالت لي 11 جملة بتتكلم فيها عن نفسها باستخدام بس الحاجات اللي موجودة عندي دي. لما جيت قلت لك اتكلمي عن نفسك باستخدام الفعلين دول والافراد العيله دول برضو عرفيني بيه، هتقدري ان انت تعملي كده؟ أيوة يا مس، يلا بينا ابدأي. أقول على نفسي الأول. ايوه اكيد. تمام. جمعة بالخديجة، بأفوار برضو، جي سيزو، أيوة لوبير، هنا أنت سابيل، عايزة تقولي إيه محمد. بقى؟ أنت عايزة تقولي الأب اسمه كذا، ولا عايزة تقولي بابايا؟ ماشي، يبقى لا، أيوة أيوة مون أيوة مونتير، سابيل محمد، إكسلانت. إلا أيوة سوري، كارونت، كانت اسمها ايه؟ لا سوري، أنت عايز تقولي إيه وأنا أقولك؟ يعني 40، يعني كم؟ أوكي غلط. صح، مش فاكرة أوي. أيوة وأقول من إلى كغونت. مامير سابيل غباب، إلى ألا ترونت، إلى من تاني، تغنطة مصير، أخواتك، أخواتك بقى عندك، أخواتك اسمهم إيه؟ عندك أخ أخت أخت واحدة كده يعني.
ماشي. جي دو سير اي اي ان فغير كم اخ يعني ايه فغير. صغير. إلي لا إيلون مين بقى هتكلميني عن لا مين دلوقتي؟ عن أخواتي يعني هم البنات يعني. ماشي، احنا ممكن نقول مثلا ما شيخ سابيل كذا، او ممكن اقول مي شيخ مي اللي هي ام اس شيخ واجمعها واحط لها اس، تمام، واصرف سابلي مع الافيك اس، اكتبه لك هنا اهو. تمام. ال سابل، تمام، وتقولي لي اسمائهم. تمام. أصابيل حبيبة إسارة ايوه بعدين إيلون اللي هم عندهم يعني ثواني جيم كانزو لا مش كانزو عايز تقولي كام سنة؟ حداشر واتناشر بس مش فاكرة أنا. اونز دوز، اونز ودوز. أو دوز انتي بقى أو ممكن تقولي ايه مثلا؟ حبيبة اونز أونز و سارة دوز اون. حبيبة عندها 11 سنة وسارة عندها 12 سنة. تمام. هتيجي ترجعي تقولي أخي ماشي إلى لا استني، ما انت لما هتيجي تقولي لي دلوقتي إيلا، مين إيل؟ ما انا مش عارفة انت اتكلمت عن مين، احنا لسه كنا بنتكلم عن عن اخويا اخواتك. بقى المفروض اقول عنده كام سنة. ايوه هنقول هتقولي لي في اول جملة على الاقل اخويا، عشان ابقى فاهمة ان انت كده تمام. بدأت تتكلمي عن اخوكي. يعني مون فغير اكسلنت، سيز سيز يا مس. تمام. ما قلتليش انت بقى يعني اسمه ايه؟ سابيل آدم. إل سابيل آدم. مون فغير سابيل آدم، صح؟ تمام. سنه بقى استخدمي ايه أي العادي؟ إلي لا مش إلي آه إلا ست. ست عنده ست 7 سنوات، صح؟ ايوه. جميل، يبقى إيل ست كده استخدمنا فعلين في كذا جملة. اللي أنا بقوله بقى إن شاء الله بإذن الله في أول سيشن، عايزاكم تفرحوني بقى أنتوا الاتنين بإذن الله يعني، والسيشن تبقى عبارة عن إن أنتوا كلكم كاتبين يعني في نوت بوك عن نفسك. انت قدرتي تتكلمي عن العيلة باستخدام فعلين في 11 جملة او 12 جملة. عندك فيرب ايمي، عندك رياضات انت خدتيها السنة اللي فاتت، عندك مواد دراسية خدتيها، تمام، اماكن، افعال مجموعة اولى، ودي بالنسبة لك بتمشي على طريقة معينة واحنا اكيد خدناها وعارفينها، ولو مجرد بصينا لها بس هنفهمها على طول وهنتذكرها. هل دلوقتي ما تقدريش تكتبي جمل عن نفسك باستخدام اللغة الفرنسية؟ لا لا أعرف.
المرة الجاية هشوف مين فيكو هيكتب أكبر عدد من الجمل. المهم عندي يا خديجة إن أنا لازم أبقى عارفة إن الجملة ليها 3 مكونات أساسية: سوجي، فاعل، فيرب، فعل، كومبليمون، مفعول. ما ينفعش أنسى حاجة فيهم، ما ينفعش أنسى حاجة فيهم. لازم الجملة تكون فيها الـ3 مكونات، لازم الجملة تديني معنى واضح وتديني معلومة كاملة. ما ينفعش إن أنا أقول أنا اسمي وأسكت. أنا اسمي إيه؟ أنت استفدت حاجة لما أنا قلت لك أنا اسمي؟ هتيجي تقولي طب ما أنا بالعربي ممكن أقول أنا خديجة أو أنا حبيبة وهم كلمتين. أقولك بس برضو حتى لو جيت تحوليها في الإنجليزي هتلاقيكي برضو هتحتاجي فاعل، وأنا برضو هحتاج فاعل. الفعل ده هيبقى عبارة عن إيه؟ من خلال الأفعال اللي إحنا خدناها. عندنا فعل بستخدمه عشان أقول اسمي، عندنا فعل بستخدمه عشان أقول أنا عندي حاجة أو أقول سني زي أفواغ، عندنا فاغ بقول بيه صفات زي آتخ أو مهنة، عندنا فاغ أفعال زي أفعال الميول اللي هي ايمي، عارفينها؟ ايوه اللي هي كانت ايه؟ ايمي وادوري وديتستي وكان في ايه تاني وبغي في غي، يفضل وبغي في غي. افعال زي افعال الميول دي انا اقدر ان انا استخدمها واقول هواياتي، سواء انا بتكلم عن حد، بتكلم عن صديق، بتكلم عن فرد من افراد العيله. كل الحاجات دي بالنسبه لي سهل ان انا استخدمها. لو استخدمتها من دلوقتي يا بنات، لو استخدمتها من دلوقتي، اللي جاي بالنسبه لي انا بزود معلوماتي، بزود ازمنه عشان اقدر ان انا ازود الجمل، واقدر اتكلم في الزمن ده واتكلم في الزمن ده، واستخدم الفعل الفلاني، واسقط افعال شاذه، وبزود الفوكاب عندي. ده بس اللي جاي، انما الاساس لو عملته كده يبقى انتوا الاساس بتاعكم صح. معاك؟ في حد عايز يسأل اي سؤال؟ مثلا عندي سؤال اتفضلي يا ديشا. هو احنا هنكتب الجمل ديت يعني نبقوا جايبينها قبل الحصة ولا هنكتبها في أثناء الحصة؟ لا، تبقي مجهزاها كده، يعني تبقي مجهزة تمام. الجمل معاكي قبل الحصة في الدفتر بتاعنا بتاع الفرنساوي، هنبقى مجهزين الجمل إن شاء الله في آخر الدفتر. وعايزة دفتر كده خاص بالمادة هيفضل معاكي اللي بعد كده. احنا بدأنا خالص يعتبر من نقطة الصفر، كل اللي هنزود عليه شوية كلمات، شوية الكلمات دول كل مرة هتكتبي مثلا بعد كل ليسون الحاجات اللي احنا انت خدتيها، هتستفادي منها جمل ازاي، هتقدري تستخدميها في الجمل بتاعتك ازاي، وتقومي كاتبالي زي باراجراف كده او تكست او نص او اي حاجة بيتكلم عن هواياتك حسب الافعال والكلمات الجديدة اللي انت خدتيها. يبقى انت كده مطبقة، مجرد ان انت هتراجعي وهتقرأي هتلاقي نفسك فاكرة كل حاجة. دكاغ؟ في اي سؤال؟ لا شكرا لحضرتك العفو، أتمنى إن أنا أكون أفدتكم النهاردة والحصة كانت كويسة إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي، يلا أوفواغ. يا